G2A.com افضل وارخص موقع بيع العاب وبطايق الستور، الرابط كود الخصم تحصله تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم الورقه الرابحه تعود من جديد. نعم يا شباب، انا حلفت كثير اني قلت والله ما عاد اني ارجع السلسله، لكن شكرا لصاحب الحساب انه اعطاني فرصه العب في حسابه بما انه حسابه فيه لاعبين كويسين. عندنا في الورقه الرابحه المره هذه عموما الدوري الانجليزي يا شباب، نبدا بالتشكيله البسيطه هذه جدا جدا جدا، وعندنا اماكن فقط اللي هو في ثلاث اماكن اللي هو الظهير والسي ام والمهاجم فقط اللي عندهم في تطوير بعد الذهبي، يعني بس ثلاث الاماكن هذه. اللي ما كان يتذكر القوانين سهله وبسيطه جدا، هدف تطويره، هدفين تطويرتين، تفضي يلمع الى ذهبي ما يلمع، من ذهبي يلمع الى ذهبي يلمع، بعدين التطوير الاخير اللي بعض اللاعبين يثبت من ذهبي الى ليجند او ازرق او تيم اوف ذا سيزون او امبورم او اللي يكون. يا شباب طبعا راح يكون نظام الفوز يا شباب، فزنا طور بعدد الاهداف، خسرنا طور تطويره واحده فقط. هذه التشكيله راح نبدا فيها يا شباب. نلعب طبعا ما راح نلعب ديفيجن، راح نلعب مباريات فريندلي، مباريات عاديه وديه. شوف اللعيبه هذول اللي شباب اخترتهم جيدين جدا. عموما يا شباب انا متحمس جدا. اللاعب اللي راح نطوره طبعا يا شباب كيف راح يكون اختيار؟ راح يكون اختيار عن طريق الورقه. الشباب كيف راح نطور اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني؟ نختار زي كذا بطريقه عشوائيه، يطلع لنا لاعب زي هذا مثلا، او هذا بطاقه الجوكر عيل تتيح لنا ان نختار اي لاعب من راسي. انا ما راح اتحتم علي من الارقام هذه، راح اختار اللي ابغى، اطور الحارس المهاجم هذا. لكن مثلا طلع لي رقم 2 هنا، مثلا طلع لي رقم 7، وحلو راح نطور رقم 7. اوكي عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عموما عندنا الورقه هنا نقوم باختيار بشكل عشوائي، نختار الورقه هذه. رقم 4، رقم 4 الظاهر عندنا اللي هو المدافع الايسر اذا ما خبطني، خلينا نشيك الان. نعم رقم 4 عندنا هو المدافع الايسر، راح نقوم بتطوير المدافع الايسر هذا يا شباب. بسم الله لاول مباراه، ليتس جو. تشكيل الخصم القادم، اوه اركب 93 على سرعته، اركب روح، ما عندي الا ركب، لا طولها. صوت مره ثانيه، يا سلام في البيت. الهدف الاول، جولاتو التطوير الاولى، يا سلام الله عليك. هذا يشبه مين؟ يشبه واحد اعرفه، يشبه مستر روبوت يا ولد، في مسلسل اسمه مستر روبوت، والله يشبه له مره يا عيال. جميل، الله اكبر، يا سلام، يو هدف جميل ضاع. يا سلام الثاني، الله يا حلو يا سلام. بلانتي يس بلانتي ثانية، اوه سلام، شكرا لك، فتح لي الزاويه، قال لي سجل كبير، الله اكبر، صح يلا يا عيال. سلام يا سلام، ها حلوين. الثالث انهيها، يا الله تعال. سلام رب يوه، هي حكم غرف الرجال من تحت. سلام يروح، سلام روح، هذا رجال لعب. اوكي لونج شوت، الله يا خرافي، الله 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 الله، وربي مجنون والله، ما انت هين يا برونزي. اركض يا بارك مستر روبوت، في الامام الرابع، انهي. الله 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 الله، يبدو اننا ختمنا اللاعب ولا لا يا شباب. الخامس سلام، الله 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 يا ميسي، الله يا ميسي، الله. اوكي انهي، حط يا شيخ، الباب فاضي يا شيخ، حارس ما في، خش عليه ما يمشيش، لا يا كلب، لا صنعت له يا عيال، نقصنا تطويره، لا مو قلنا بفرق الاهداف اذا فزنا يا شباب. سلام حلو، روح يلا يلا يلا، كان يمدينا ننهي اللاعب يا زق يا مستر روبوت. اوكي يا شباب نهايه المباراه، قدمنا مستوى كويس، سجلنا 4 اهداف لكن سجل فينا هدف، كنا بنختم اللاعب وننتهي، حنجيب ذهبي ما ينمع. اوكي يا شباب التطوير القادم اللي هو ايفانس، لعب في نادي كويس، ذا الرجال الطيب هذا، هذا اول تطوير عندنا، كان يمدينا ننهي وختمه لكن راح اختار من الورقات هذه ورقه، وهذا رقم 1 اللي هو الحارس، شيء كويس والله نطور الحارس، لو نسجل 4 اهداف ونجيب دخيه من الان نرتاح ونروق من نطور اللاعب. ليتس جو. واما بالنسبه لتشكيله الخصم القادمه، هذا ولا عنده ولا كمستري ولا شيء. الله اكبر، روح 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 اركض اركض يلا. ها لا 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 لا، كان قضي من مربع اكس ووقف، ممتاز. يلا يا باركر، يلا يا باركر، الله 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 الله، عندنا التطوير الاول للحارس، سلام يلا. لا لا تكفى، لا سجل التعادل اللي هي تجي ما تجي،
يا كانت خطيره والله. اوكي خطيره السيارات. اوب لا يا ولد صبح على بابنا كيف كذا. سلام يلا يلا يا كبير روح بدي الكره قدام مره بديها مره ثانيه لا اوكي سلام حلوين يلا 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 كراسو الله 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 عندنا تطوير ها لفرق الاهداف ليتس جو سلام الله اكبر صح 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 ها حلوين السلام الله اكبر الله الجول السلام عليك يا شيخ عندنا تطويرتين يا رب انقطعت صابة الخصم كنا فايزين 3-1. التطوير القادم يا شباب بما انه عندنا اثنين سجلنا هدفين يعني راح نجيب الرجال الطيب هذا. انا ما اعترف لا بالحراس الفضيين ولا بالبرونزين كلهم سبايك دخية ولا فلا. الان نلخبط الورق ان شاء الله طلعنا الجوكر نبغى نجيب كانتي بسرعة. ورقة هذا يا شباب ورقة رقم 5 الظاهر انه الظهير الايسر يا شباب. نعم الظهير الايسر يا شباب طور الظهير الايسر ليتس جو يلا شكيت الخصم القادم يا شباب. سلام روح كبير لا 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 كان قصدي مربع اكس لكن اوكي شوت حلوه جميله جميله يلا حلوين يا سلام تسديد سلام سلام اوكي حط يقطع حظك يا شيخ يا كبير يا حارس زلتان عاد الحراس الفرنزيين ذولي سبايك في التمركز روح مسوي منصب بارك مستر روبوت مستر روبوت يلا يلا انهي الله عليك يا ماركا الله عليك يا مستر روبوت خطيرة خطيرة الله يا حارس الله عليك اوكي يا سلام الثاني كولاسو الثاني والتطوير الثاني الله عليك سلام يا ابوي ايش قصة امكم يا شيخ الخصم انسحب انا مالي دخل اوكي تقريبا يا شباب طورنا 3 لاعبين 1-2-3 انا ما حطيت قانون اللي ينسحب من المباراة يا شباب لو انسحب الخصم وانا خسران يا شباب ما راح اطور غير واحد عادي عموما يا شباب وصلنا لنهاية الحلقة يا شباب اتمنى استمتعتوا بالحلقة هذه ابغاكم تفجرون لايك عشان نتحمس ونكمل في السلسلة انا ما ادري هل انتم رغبانين فيها او لا اقل شيء 6000 7000 لايك انا ما اتوقع اقل من كذا منكم يا شباب لايك يا شباب زي ما قلت لكم تابعوني حساباتي تحت اشترك في القناة اذا ما كنت مشترك في القناة السلام عليكم